ملتقى الأقصر هذا العام بيستضيف الهند، دولة الهند، فنانين من دولة الهند كضيوف شرف في ملتقى الأقصر، وإحنا بنرحب بيهم. وأعتقد أنهم أول مرة يتواجدوا، أول مرة يبقوا ضيف شرف، أول مرة نستضيف الهند ضيف شرف، فإحنا بنرحب بيهم. طبعا يعني أنا شخصيا بعتبر أن الفترة بتاعة ملتقى الأقصر دي احتفالية شعبية، أهالي الأقصر بيستنوها كل سنة، طلبة الفنون الجميلة بيستنوها، لأن احنا بنستضيف مجموعة كبيرة من الطلبة، وده هدف من الأهداف المهمة جدا لهذا الملتقى، أنه يكون مجال للاحتكاك واكتساب الخبرات بين فنانين مصريين وفنانين أجانب، وبين الطلبة والفنانين المحترفين سواء كانوا مصريين أو أجانب، لأن ده دور مهم كبير وواجب علينا، يعني هدف من أهداف الملتقى اللي لازم نهتم بيه. حاجة مهمة هنعملها السنة دي إن احنا هنفعل منح الشباب اللي موجودة في اللائحة بتاعة ملتقى الأقصر. منح الشباب دي كانت موجودة في الملتقى، يعني اتنفذت سنة واحدة في بداية الملتقى ولكن لم تفعل باقي السنوات، فإحنا هنفعلها السنة دي بأننا هنستضيف مجموعة من طلبة الفنون الجميلة في بعض المراسم علشان ننتجوا. طبعا ده دور مهم لكلية الفنون الجميلة، دكتورة صفية هتساعدنا فيه، والدكتور إبراهيم هيقوم بدور كبير في الموضوع ده علشان يبقى فيه التربية الفنية. طبعا يا فندم، التربية الفنية، ايوه، فيهم تربية فنية علشان يبقى الملتقى والصندوق قاموا بدورهم تجاه مشروعات الشباب التنموية، طلبة الفنون، ايوه، وطلبة الفنون الجميلة. اهلا وسهلا.